الشاعر العامري وفي المركز الثاني، المركز الثاني لهجن العاصفة وفي العملاقة، وفي المركز الثالث أيضا لهجن العاصفة والشواهين والهنتين بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع عسير، عسير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الخامس، المركز الخامس خطر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز السادس منحاف لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز السابع، المركز السابع هملولة لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الثامن هملولة لسمو الشيخ زايد بن مر بن مجتوم المجتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي، وفي المركز التاسع، المركز التاسع لهجن الرئاسة بقيادة المضمر عيسى بن سعيد الخيلي، وفي المركز العاشر، المركز العاشر لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام إلى المقدمة، إلى عسير. عسير بدأت تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة مضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، لكن الاندفاع من العملاقة تغير وتنتقل، ولا منحاف، منحاف تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الثاني الشاهينية في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة مضمر حمد بن عبد الله بالطير العامري، وفي المركز الثالث عسير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة مضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع العملاقة لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الخامس شواهين في المركز الخامس لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز السادس هملولة لسمو الشيخ زايد بن مر بن مجتوم المجتوم بقيادة المضمر مضمر النجوم الخمس حمد بن علي العويسي، وفي المركز السابع الشاهينية في المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عمر بن مطر بن لاحد الهاجري، وفي المركز الثامن الشاهينية في المركز أو غالية، غالية وصلت لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني بقيادة مضمر سالم بن عامر المدهوشي، وفي المركز التاسع بن صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر مسري بن سالم بن عرطي الحميري، وفي المركز العاشر خطر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هذه النتيجة، هذه النتيجة، ونرجع إلى المقدمة، إلى المنافسة. يا سلام، يا سلام على هذا الشوط، يا سلام، من حاف لا زالت مسيطرة على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الثاني عسير، عسير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة قائد العمليات في الفرقة 11 علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. شواهين قادمة إلى المركز الثالث لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، هملولة في المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بن مر بن مجتوم المجتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي، وفي المركز الخامس الشاهينية في المركز الخامس
لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عمر بن مطر بن سيب اللاحد الهاجري والغادمة قادمة أيضا على المركز السادس في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري العملاقة واصلة من المركز السابع إلى المركز السادس لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي تجاوزنا لوحة الكيلو متر الأخير وعسير تغير إلى مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي يا سلام من حاف المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي الشاهينية في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عمر بن مطر بن لاحج الهاجري العملاقة في المركز الرابع لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي مستحيلة وصلت يا سلام مستحيل انها ما تنافس مستحيلة لا مستحيل مع المستحيلة مع هذا الشعار الشعار الملكي شعار هجن العاصفة يا سلام ما شيء مستحيل مع هذا الشعار يا سلام المستحيل يحبني يوم رمته يا سلام يا سلام يذكرنا ايضا بماضي حلو ماضي جميل ومشرف مع هذا الشعار الشعار الملكي شعار امبراطورية هجن العاصفة يا سلام يا منحاف على مقدمة هذا الشوط سلام سلام عليك يا مؤسسة هجن العاصفة سلام عليك يا هجن العاصفة تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز منحاف بالمركز الأول المركز الثاني مستحيلة لهجن العاصفة المركز الثالث شاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المركز الرابع عسير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المركز الخامس لهجن العاصفة هذه النتيجة للمراكز الخمس وبقية المراكز حتى المركز العاشر نترك الأعضاء خط النهاية تابعتوا ويانا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام تابعتوا هذا الشوط بقيادة منحاف ومستحيلة منحاف تصل إلى خط النهاية بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار قاطعة مسافة الخمسة كيلومتر في زمن وغدرة 7:34 ثمان أجزاء من الثانية تهانينا لهجن العاصفة تهانينا للمضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي نعم بالواثق وتضميره يوفن السبق ولا يخلفن انطلاقة الشوط السادس والشوط